هي دي الشوربة اللي ترطب على البيت كله بعد يوم صيام، شوربة الكوسة. أسهل وأسرع وأكتر شوربة مفيدة ممكن تعملوها لحبايبك في رمضان، مليانة زنك وكالسيوم وبوتاسيوم وفيتامين اي وسي، ده غير البيتا كاروتين. الشوربة دي بتليق قوي مع جوزة الطيب والكمون وبتطلع كريمي من غير كريمة. زودت الفوائد لما ضفت الزبادي اللي بيريح الجهاز الهضمي والماتشا اللي مليانة مضادات أكسدة وبتساعد على التركيز. وأحلى حاجة إن الكوسة فيها كولاجين فهتحسن صحة بشرتنا في الوقت اللي طعمها يوم يوم. لازم تجربوها يا جماعة.